عزيزي المشاهد، احذر استعمال المراهم الموضعيه لفترات طويله بدون استشاره الطبيب. ما فيش شك ان كل الامراض لو حصلت لاي انسان مريض اي مرض بيروح للدكتور فورا، الا الامراض الجلديه بتجد ان المريض بيحاول يعالج نفسه مره واثنين وثلاثه، او بعض المرضى بياخدوا روشته من الطبيب ويستعملها لفترات متصله. قد تحتوي هذه المراهم على مواد الكورتيزون، وقد يحدث نتيجه امتصاص هذه الماده لفترات لاستعمالها لفترات طويله او لمسطح كبير او لصغر سن المريض خاصه في الاطفال، قد تحدث امتصاص لهذه الماده ولها اثر عضوي على بقيه اعضاء الجسم. كذلك قد تحدث هذه العقاقير الموضعيه انواع من ضمور الجلد وتشققات في الجلد ونوع من الفتق في الجلد، فتق في الجلد ما بقولش فتق البطن او غيره، انما الجلد نفسه بيظهر انه مفتوق او مقطع او ممزق، ودي بيبقى صعب جدا علاجها. عزيزي المشاهد، احذر استعمال المراهم الموضعيه بدون وصفه طبيب مختص.